أهلا بكم أعزائي متتبعي هذه القناة مع الجزء الخامس من الحديث عن متاعب الكتف في مجال الفيزيكال ميديسن. نواصل الحديث عن عضلات أخرى، حيث سيكون الحديث في هذه المرة عن عضلة لها دور كبير جدا في حركة الكتف، ألا وهي حركة الدوران إلى الداخل، دوران الداخلي internal rotation. هذه الحركة مهمة جدا وخصوصا في المجال الرياضي وكذلك في مجالات عديدة جدا يقوم بها الإنسان في حياته اليومية. وهذه العضلة هي subscapularis اللي تكون ملاصقة للوح الكتف من الأمام. تحدثنا في السابق عن السوبرسباينيتس وكذلك الانفراسباينيتس مصل، هذه عضلات يكون لاصقة من لوح الكتف من الخلف، لكن هذه المرة سبسكابولارس لاصقة من الأمام، يعني بين لوح الكتف والضلوع الأضلاع اللي هي من الخلف للإنسان القفص الصدري. وكما نلاحظ في هذه اللوحات التوضيحية تقع عضلة السب سكابولاريس زي ما قلت ملاصقة للوح الكتف وتمتد إلى غاية رأس العظمة اللي نسميها العضد أو الهيومرس بواسطة وتر قوي جدا عريض زي ما نلاحظ في هذه الصورة التوضيحية. فنلاحظ في هذا الرسم التوضيحي كذلك أن العضلة اللي هي نسميها subscapularis تكون ممتدة على طول سطح لوح الكتف اللي هو شبه مثلث شكله، كذلك العضلة حتى هي مثلثة تقريبا subscapularis muscle، وتبدأ من الفوصة يعني من الحافة متاع لوح الكتف إلى غاية عنق رأس العظمة اللي نسموها هيومرس أو العضد، لها بروز معين نسموه التوبرزتي متاع الهيومرس، غادي يكون انسيرشن متاع العضلة، غادي يكون منبتها عن طريق وتر عريض جدا هو اللي يصاب بالخلل أو بالتمزق أو بالعطب زي ما حنلاحظ بعد قليل. هذه العضلات اللي هي ملاصقة للوح الكتف سواء من السطح الأمامي أو السطح الخلفي للوح الكتف للسكابولا، لاحظ في السطح الأمامي يكون السبسكابولارس اللي تو نتكلم عليها، يعني هي جاية من قدام ولهذا لها دور عملية الانترنال روتيشن لأنها تشد في عنق الهيومرس. أما السطح الخلفي للوح الكتف فنلقى فيه الانفراسباينيتس والسوبراسباينيتس مصل اللي تكلمنا عليهم في حلقات ماضية، ومعهم أيضا التيرس مينور. هذه الثلاث عضلات هم اللي يشكلون الاكسترنال روتيشن أكثر حاجة، بالإضافة إلى الابدكشن. عملية الابدكشن والاكسترنال روتيشن أيضا مهمة للغاية، ولكن بالمقابل تقوم السبسكابولاريس بوظيفة الانترنال روتيشن لأن هي تقع بالمقابل على السطح الأمامي اللي بين لوح الكتف والأضلاع ضلوع يعني، فيكون لها دور قوي جدا لهذا الشريط متاعها والوتر متاعها أيضا قوي، لكن يصاب أيضا بالعطب وبالخلل وبالتمزق. وهذا رسم توضيحي آخر للسبسكابولاريس مصل والتندن كذلك الشريط هذا الأبيض اللي ينتهي عند عنق ورأس الهيومرس. وهنا حبيت أنني نوضح الكلام هذا كله عن طريق رسوم وأشياء توضيحية بحيث تكون قريبة للأذهان أكثر. العضلة قلنا مثلثة تنتهي مع رأس العنق من الأمام عنق الهيومرس، ولهذا دورها أو وظيفتها ما هي وظيفتها إذن هي الانترنال روتيشن، هي الدوران الداخلي للذراع. هنا رسم توضيحي شامل لعدة عضلات منهم
subscapularis اللي هي جاية من تحت، وفوق منها supraspinatus اللي هي جاية من الخلف، كذلك خلف لوح السكابولا أو لوح الكتف فيه لاحظ فيه تمزق في التندن متاعه، كذلك نلاحظ البايسبس خصوصا اللونج هيد الراس الطويل متاع البايسبس. إذا نؤكد على أهمية السبسكابولاريس مصل في القيام بوظيفة الانترنال روتيشن للشولدر. الانترنال روتيشن معناها أنك تحط إيدك أو ذراعك وراء ظهرك، هذه تعتبر حركة انترنال روتيشن للشولدر. وهنا يتدرب الإنسان يحط إيده وراء ظهره، لكن في نفس الوقت يبعد بين يده والظهر بحيث يزيد يقوي العضلة أو يختبر مدى لياقتها. هذه حركة قصرية في اتجاه الانترنال روتيشن يقوم بها مثلا شخص آخر أو المدرب في فريق رياضي أو مثلا المعالج أو الطبيب، بحيث يعرف مدى لياقة السبسكابولاريس مصل اللي هي بنعتمد عليها اعتماد كبير جدا في الانترنال روتيشن بتاع الشولدر. هذا رسم بيوضح لنا ان فيه تمزق في التندون بتاع السبسكابولاريس مصل زي ما حنشوف. شوف احنا توا القفص الصدري، وراء القفص الصدري وبينه وبين لوح الكتف تقع العضلة هذه اللي نسموها سبسكابولاريس اللي هي الأساس بالنسبة للإنسان في عمل حركة الانترنال روتيشن للشولدر. عند تشخيص حالة السبسكابولاريس تندينايتس بنلاحظ أن الأكتف انترنال روتيشن، أكتف انترنال روتيشن معناها اللي بيقوم به الشخص نفسه يبدأ painful. The patient will have pain أول حاجة. أيضا نلاحظ عليه anterior shoulder swelling، الأمام يكون عنده swelling. Decreased range of motion يعني internal rotation محدود جدا. Weakness of internal rotation ضعيف لأن فيه تمزق في التندن بتاع subscapularis muscle. هنا نبو ندربوا الرياضي لما يحصل عنده تمزق في هذه العضلة اللي هي subscapularis muscle، ندربوه على عمل active internal rotation against resistance. يعني المعالج يقوم بوضع يده تحت يد المريض، والمريض بيحاول يدير internal rotation ضد المقاومة، ونشوفه مدى لياقة عضلة السبسكابولاريس عندها. كذلك يدرب مثل الرياضي اللي هو يقوم بحمل الأثقال أو بالمصارعة أو بالملاكمة أو أي نوع من أنواع الرياضة تعتمد على الأطراف العلوية، يقوم بتدريب معين على رفع مستوى لياقة السبسكابولاريس مصر، يحط إيده وراء ظهره ويشوف مدى لياقته. هذه حركة internal rotation للذراع بمساعدة الذراع المقابل عند المعالج مثلا أو عند المريض، وكذلك يكون فيها نوع من stretching، نوع من التمديد العضلي للعضلة اللي هي مصابة بحيث نرفع من لياقتها. نجو حاليا للديجنوستيك. قلنا passive internal rotation is full and painless. لما شخص ثاني يقوم بالانترنال روتيشن تاع الكتف للمريض ما لاحظش المريض اي الم، لكن الابدكشن يبدا صعب شويه، كذلك الاكتف انترنال روتيشن فيه صعوبه. ناتي الى الادكشن. الادكشن اللي هو التقريب is only painful when pectoralis major teres minor or major ايضا pectoralis major and teres major latissimus dorsi are involved. هما العضلات الثلاثة هذه لما يكونوا involved يبدأ الادكشن أو التقريب فعلا متعب. Active resisted internal rotation test shows increasing pain by increasing resistance. No capsular pattern of restriction found. هذا الدياغنوستيك. من التدريبات المهمة اللي يقوم بها المريض أو الرياضي
لتقوية أو لاختبار مدى لياقة السبسكابلارس مصل، اللي هي أنه يقوم بعملية internal rotation وكأنه بيدفع الحيط اللي هو جاي متك عليه إلى الأمام، بيدفع ذراعه إلى الأمام، يدفع الحيط معاه. طبعا هذا غير ممكن، لكن هو بيقوي العضلة اللي هي subscapularis اللي جاي على لوح الكتف من الأمام. طبعا هذه العضلة زي ما قلت subscapularis muscle مهمة جدا، خصوصا بالنسبة للسباحين زي ما نلاحظ في هذه الصورة. السباح بيحتاج إلى internal rotation قوي جدا لمنطقة الكتف عند السباحة. شوفوا كيف وضعية الذراع. كذلك عند قذف القلة أو قذف الرمح أو في رياضة مثلا اللي هي يسموها الفوتبول الأمريكية، الدفع القوي للكرة يحتاج إلى قوة في الانترنال روتيشن بتاع الشولدر، فبيعتمد على subscapularis muscle اعتماد كبير جدا زي ما نلاحظ في الرسم هذا التوضيحي، وبالإضافة إلى تمرين يعني رياضات أخرى. هنا مثلا يحتاج الرياضي اللي بيقوم بالرياضة التنس الأرضي اللي هو مسك المضرب في يده فعلا إلى قوة خاصة بأداء الانترنال روتيشن، يعني لما بيقذف الكرة الصغيرة هذه بالمضرب يحتاج إلى أن تكون السبسكابلاريس مصل عنده جيدة وذات كفاءة خاصة. نلاحظ أن المريض المصاب بسبسكابلاريس تندينايتس بالتهاب في وتر هذه العضلة، لما بيتكى على المنطقة هذه نفسها هي وبيدير internal rotation يعني بيرفع ذراعه أو يده على منطقة الصدر، معناه هو عامل حركة في دوران داخلي، هنا بيشعر بألم في منطقة الوتر اللي هو مصاب، لأن هذه الوضعية غير مناسبة للوتر المصاب أو المقطوع، فبيشعر على طول بألم. طبعا بيتدرب الرياضي أو الرياضية بيدربوا تدريب جيد على حركة الدوران الداخلي ضد المقاومة، ضد وزن معين مثلا، ثقل معين حسب توجيه المعالج حتى يرفع من كفاءة هذه العضلة المصابة. من الإجراءات العلاجية الفيزيائية الجيدة أن نستعملوا تبريد، نستعملوا الآيس أو ما يسمى أيضا كريو ثيرابي، بالإضافة إلى الألتراساوند بنستعملها هناك، بنستعملها هنايا مش كمصدر حراري للحرارة وإنما للتيشو ريبير، يعني بنستخدم موجات متاع ألتراساوند تكون متقطعة بلسد، لأن الموجات المتقطعة لها دور إن هي تدير تيشو ريبير، بتصلح من التمزق في الوتر، في حين أن الموجات المستمرة من الألتراساوند هي اللي بيدير لنا حرارة. بالإضافة لذلك طبعا بيقوم المعالج أو الطبيب بتدريبات للمريض تدريجيا بحيث يقوي من قدرته على الانترنال روتيشن للشولدر، يكون ضد المقاومة تدريجيا. هذه الصورة بتبين الوتر اللي تكلمنا عليه اللي هو عريض جدا بالنسبة لوتر السبسكابلاريس مصل اللي جاي الانسيرشن بتاعه على منطقة العنق والرأس بتاع الهيومرس، هنا مبينين يعني في رسم توضيحي، بحيث ممكن يكون هناك تمزق ويتم إعادة خياطة أو ترقيعه من جديد في المنبت بتاعه بحيث نرفع بعدين من اللياقة بتاع الوتر. وهكذا أعزائي متتبعي هذه القناة نأتي إلى نهاية الجزء الخامس من الحديث عن متاعب الشولدر in physical medicine. نلتقي إن شاء الله مع الجزء السادس لنتحدث عن المزيد من العضلات.